السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل محشي بتنجان وورق عنب. البصلة معايا هي مع السمنة، حبة زيت، هقلبها تقلبتين. كده حبة فلفل اسود، بشوية كمون، ودي حبة بهارات فراخ. دي بهارات لحمة يا جماعة، ماما اتلخبطت. مفرقتش يعني. ودي فابريكا عشان تخلي القطة حمرا، عشان ما عنديش فلفل احمر. بس كده، انا بحبش احمر البصل، البصلة بس ايه، تصفر حاجة بسيطة واروح احط عليها بقى ايه القوطة. هعمل النهاردة محشي بتنجان وورق عنب. يلا نحمر الزفر بقى، قطع الناشف، طبعا ملعقات حطينا بصلايه يا جماعه والكبابه الصيني، ونحط ورق لوري اهو. البهارات، السبع بهارات، شويه فلفل اسمر، ماما كنتش عايزاني اعمل الزفر ده عشان هي اللي جايبهولي، بس ما ينفعش طبعا ناكله من غيرها طبعا. نحطها بقى تاني شوية، وبعد كده ايه ازودها بقى. تنزل بس ميتها شوية يا جماعة كده، وبعدين نزودها، احنا بنحطها على الناشف كده. ورق العنب يا جماعة الاخضر اهو، اولع على المية واروح ايه اقطعه اخزنه، وما بيطلع بجيبه بخزنه في الاكياس. هوريه لكم طبعا ايه بخزنه ازاي ان شاء الله. لما بيتعمل وتسلقوه كده كانه لسه جاي دلوقتي، كانكم لسه جايبينه. طب اعمل كيس اخضر زي ما هو،
اهو زي ما انتم شايفين لونه اهو، بس لونه طبعا بيبدا يدمق بقى. هنا نقلب بقى الصلصه بتاعت المحشي. بنسجل عند ام رحيم مش في المطبخ بتاعي، في المطبخ بتاع ام رحيم. دي واحدة مرق الدجاج يا جماعة، هتتسبك بقى ونرجع لكم تاني. ورق العنب اهو يا جماعة بيتسلق معانا، ممكن اقلبه على الناحية التانية. بس هو استوى كده يا جماعة؟ لا لسه، هو استوى شوية. قدامها في 10 دقايق كده بس، تسبك بس كده كده نقلب عليها بصل. ورق العنب اهو يا جماعة بعد ما اتسلق اهو شايفينه اهو، ولا ورق بقى محروق ولا الكلام ده شايفينه. هنفتح برضو هنا، فتحنا اهو على الوز اهو، نزودها بقى بالميه ونوطي عليها. دي ميه مغليه يا جماعه في الكاتل اهي عشان ما تاخدش وقت، يعني بننجز وقت. بس حطيناش الملح لما تخش في السوا بقى، لما تستوي بروح حاطه لها الملح بتاعها وبوطي عليها بقى وبسيبها براحتها. نسيبها بقى والطماطم معانا اهي تتسبك. الخلطه اتعملتها يا جماعه وحطيت عليها الرز، حطيت عليها بقى الخضره. الخلطه بتاعتنا هي يا جماعه هنحشي و نرجع لكم تاني. بس يا جماعه ده ورق العنب اللي انا مخزنه عندي في الفريزر، جيبه بشيله اخضر وبطلعه. بصوا ولا مهري ولا اي حاجه، بطلعه بسلقه اكنك لسه جايبه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله عليه. ايه شايفين الصباع بتاع ماما عامل ازاي؟ ولا مهري ولا اي حاجه، اكنك لسه جايباه، اكنك لسه او الصباع اهو يا جماعه بتاع ماما. ودي الحله اللي احنا كنا بنعمل فيها الخلطه. ورقه كبيره بقسمها اتنين عشان ما يبقاش الصباع ايه كبير قوي. رجعت لكم بقى تاني اهو المحشي اهو بعد ما اتحشى، واهو البتنجان ماشي. هنسقيه بقى وارجع لكم تاني ونسويه ونرجع تاني. المحشي اهو بيغلي معانا شايفينه. انا بقى حطيت له من على الوش معلقه صلصه من اللي احنا كنا بنعملها للخلطه دي، حطيت معلقه منها على الوش بس بعد ما سقيته. وحطيت بقى الورق العنب مع الباذنجان، قلت يعني يبقى كله في حله واحده وكده، حطيته مع الباذنجان.